اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الطفرة العمرانية ومدن الجيل الرابع في مصر ومواقعها الاستراتيجية، وازاي قدرت توفر حياة لعدد كبير جدا من السكان وكمان فرص العمل. طفرة جديدة في سنوات أخيرة في الداخل المصري، لكن الخريطة العقارية بشكل عام إزاي اترسمت في مصر وإزاي هتكون في السنوات القادمة، ده اللي هنناقشه في حوارنا التالي. يمكن يا هبة زي ما قلنا في مقدمة الحلقة النهاردة إن المدن الجديدة، مدن الجيل الرابع بالتحديد، قدرت اللي هي تغير ملامح شكل العمران في مصر تحديدا، ويمكن أصبحت كمان ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال ضيفنا الكريم الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط أو الاقتصاد العمراني، ضيفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك إزاي قدرت الخريطة العمرانية الجديدة اللي تم إعادة رسمها في مصر الجمهورية الجديدة إن هي تغير شكل المنظومة ككل، منظومة السكان كمان، وتقدر ترفع من كفاءة الاقتصاد في مصر. هو المنظومة العمرانية بعد 2014 ما بدأتش بأسلوب تلقائي، لكن تمت من خلال استراتيجية عمرانية وضع لها محاور أساسية. أول محور كان في الاستراتيجية العمرانية هو التخلص من المساكن شديدة الخطورة، الإسكان شديد الخطورة اللي هو متمثل في العشوائيات. وده كان تحدي كبير، لأن الإسكان العشوائي له تاريخ في مصر طويل قوي. صحيح. ولم يحدث التخلص من الإسكان شديد الخطورة إلا بعد 2014، بمعنى ان تم تصنيف الاماكن اللي فيها اسكان عشوائي الى درجه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، درجه اولى وهي شديده الخطوره التي تمثل خطوره شديده على الارواح والممتلكات، ومن ثم كان من الضروره ان احنا نبدا بيها، وده اللي حصل فعلا. بدات في مناطق عديده في السيده زينب، في تل العقار، تل العقارب، في المواردي، كل هذه المناطق. تل العقارب كانت منطقة فعلا منطقة غير إنسانية بيعيش فيها آلاف من المواطنين، اللي أصبحت الآن روضة السيدة. حصلت الطفرة بقى دي، أصبحت الآن روضة السيدة، بعد ما كانت مكان غير آدمي، مكان فيه كثافات سكانية عالية وأماكن غير آدمية ما فيهاش لا تهوية ولا إضاءة ولا خصوصية، اللي هي كونها بؤر إجرامية كمان. ما هي دي بقى الجزئية التانية، إن الإسكان العشوائي كثافات عالية، حياة غير إنسانية، وبالتالي هي بتعتبر حضانة للخارجين على القانون، وبالتالي أيضا ارتفاع معدلات الجريمة في هذه المناطق. لكن النهاردة لما وإحنا معديين جنب تل العقارب سابقا اللي هي اسمها النهاردة روضة السيدة، هنلاقي مساكن آدمية، الوحدة السكنية فيها إضاءة طبيعية وتهوية طبيعية، في فرص عمل، في محلات تجارية. يبقى إذا محدش اتنقل من مكانه، لأن النهاردة لما كنا الدولة بتزيل عقار في الإسكان العشوائي شديد الخطورة، كان قصاد المواطن ثلاث خيارات. إما إن هو ينتظر حتى يتم إقامة إعادة البناء منشأ آخر قانوني زي ما حصل في روضة السيدة، أو إنه يحصل على مقابل مادي، ده كان حاجة تانية، أو إنه هو يروح منطقة زي منطقة الأسمرات اللي هي وحدة سكنية كاملة. حي الأسمرات مدينة متكاملة، يعني مش بس مدينة، هو بيدخل على وحدة سكنية كاملة التشطيب، كاملة التأسيس. كاملة التأسيس يعني إيه؟ يعني فيها جميع مفروش الأجهزة الكهربائية والأساس كامل. الأسمرات فيها نادي، فيها مستشفى، فيها فرص عمل. يبقى إذن بتتنقل حياته من حياة في إسكان شديد الخطورة إلى إسكان آدمي
بيعيش فيه. ده اللي يخلينا نتكلم يا دكتور عن المردود المختلف الحقيقة على كل المستويات، مش بس بنتكلم عن سكن، احنا كمان بنتكلم عن أبعاد اجتماعية وأبعاد نفسية وأبعاد اقتصادية. مش بس تل العقارب زي ما حضرتك قلت النموذج اللي حصل في القاهرة، لكن كمان في غيط العنب واحد وغيط العنب اتنين في اسكندرية، وهدف الدولة كان القضاء على العشوائيات ب2020 أو الأماكن الخطرة تحديدا اللي كان ليها الأولوية. إزاي الأبعاد الاقتصادية قدرت أن أنا أدعمها في المناطق دي؟ إزاي قدرت أوفر فرص العمل؟ إزاي قدرت أزود النشاط الاقتصادي للسكان فيها؟ عشان نتكلم عن النقط دي نقول أن الاستراتيجية العمرانية المتبعة هي استراتيجية متكاملة وليست على محور واحد. يعني النهاردة الدولة عشان تيجي تقول أنا هقضي على الإسكان العشوائي كان لازم يبقى ليها استراتيجية. أول خطوة إن هي هتقضي على الإسكان شديد الخطورة، على التوازي محور آخر وهو توفير المسكن المناسب في المدن الجديدة كبديل. يبقى إذن لأن أنا النهاردة عندي 2.5 مليون مواطن كل سنة زيادة طبيعية، وبالتالي أنا عندي زيادة طبيعية عالية جداً، يبقى أنا مش بس هقضي على الإسكان العشوائي شديد الخطورة، أنا كمان هيبقى عندي مدن جديدة وأيضا وحدات سكنية جديدة. خلاص. تالت حاجة إن أنا بحافظ على الإسكان الرسمي القائم عشان ما يتحولش إلى إسكان عشوائي. دول التلات محاور أساسية وكلها بتخلق فرص عمل. يعني النهاردة لما يبقى في مدينة جديدة، مدينة جديدة بتنشأ، طب اكيد هيبقى فيها مباني، فيها طرق، فيها خدمات، فيها انفراستراكشر، بنية أساسية. كل ده بيخلق فرص عمل، كل ده بيخلق فرص عمل لمصريين. صحيح. يعني كل العمالة اللي موجودة عمالها مصرية، وبالتالي لما يبقى عندي في فرص عمل يبقى في وضع اقتصادي افضل، في دخل بيزيد، في حياة افضل. هي كلها منظومة، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي، جانب عمراني، لها استراتيجية متكاملة. طيب دكتور احنا بنتكلم في استراتيجية متكاملة، الاستراتيجية دي وضعتها الدولة وكانت يعني بتسرع من خطوات التنفيذ فيها تفاديا وتلاشيا للأضرار التي قد تنجم عن وجود العشوائيات والمناطق شديدة الخطورة. وبالفعل نجحت الدولة مش بس في بناء هذه المناطق، لكن كمان قدرت اللي هي تبني مدن جديدة، مدن بتضاهي مدن الجيل الرابع، تحديدا مدن ذكية. أهمية امتلاك مصر لهذه المدن، المدن الجيل الرابع وهي المدن الذكية، هي نقلة حضارية أخرى. بمعنى احنا لما نبص لتاريخ المدن الجديدة في مصر، المدن الجديدة بدأت سنة 81. صحيح. الجيل الأول كان 6 أكتوبر 10 رمضان. كل هذه المدن كانت بداية في الخطوات، كان بيتم إنشاء مساكن وعمل ترفيق وبعد كده بنوصل طرق في خطوات. لكن النهاردة إحنا عدينا مرحلة الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، إحنا النهاردة بنتكلم في الجيل الرابع. صحيح. اللي هي مدن الجيل الرابع أكيد هتبقى آخر ما وصل إليه العلم سواء في مصر أو في خارج مصر، وبالتالي استخدام جميع الوسائل والتقنيات الحديثة، طاقة متجددة، عمارة خضراء، نصيب وافي لكل مواطن في الأماكن الخضراء، لأن دي بتعتبر رئة. أنا النهاردة كان الأول نصيب المواطن لا يتعدى نص متر في كل مدينة، النهاردة المناطق الخضراء لا تقل عن من 4 ل6 متر لكل مواطن. ده بيمثل رئة. طب الدولة النهاردة لما بيبقى فيه جيل رابع والحفاظ على صحة المواطن، لما بخلق في مناطق خضراء متنفس، مش بس كمان في متنفس صحية. جزئية تانية ان هو لما صحة المواطن كويسة يبقى تقليل الصرف على بند الصحة، ما هي كلها متكاملة. لما يبقى في تدهور في الصحة يبقى في صرف على الصحة أكتر. لا، مدن الجيل الرابع فرص عمل أكتر، مراعاة لأدمية البني آدم، تهوية طبيعية أكتر، إضاءة، أيضا توفير للطاقة. أنا النهاردة ما بعتمدش على
المواد اللي هي الوقود عشان اعمل كهرباء. النهارده الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه متواكبه مع البيئه، مفيش مشاكل. طيب ده يخلينا لو احنا بنتكلم عن مصادر الطاقه النظيفه وتحديدا الطاقه الشمسيه، ده يخلينا نقول ان شيئا فشيئا التكلفه هتقل في استخدامات الطاقه النظيفه داخل مدن الجيل الرابع او انتشار التقنيات الخاصه بالطاقه النظيفه. اه طبعا احنا النهارده دايما السؤال ده بيبقى مطروح عند كل الناس، انا هقدر اعمل طاقه نظيفه ولا لا، وهتكلفني قد ايه لو انا عملتها في بيتي مثلا او في العماره اللي فيها عدد من السكان. هو طبعا كان في البدايه كان تكلفه الطاقه الشمسيه عاليه علشان ما كانتش منتشره وما كانتش متوفره. النهارده في الماس برودكشن لما بيبقى فيه كميات كبيره وانتاج كبير يبقى تكلفه الانتاج بتقل، والاستخدام لما بيزيد كل ما الاستخدام زاد العرض والطلب كل ما التكلفه بالظبط. يعني انا النهارده لما يبقى عندي 1000 وحده بتشتغل على طاقه متجدده غير لما يبقى عندي مليون وحده، الثمن بيقل كتير وبالتالي الاستخدام افضل. يعني النهارده لما نبص للدول الاوروبيه الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية هناك بتمثل دخل للمواطن. إزاي بتمثل دخل؟ النهاردة هو عنده طاقة شمسية بياخد منها كهرباء، بياخد منها مثلا سي ب 500 جنيه كهرباء، استهلاكه هو الشخصي في الوحدة بتاعته 400، يبقى هو كده بياخد من الدولة 100. فرق إن هو بيطلع طاقة أكتر من استخدامه، يبقى ده بيمثل دخل المواطن. وده اللي هيحصل، بس هيحصل بعد فترة لما الاستخدام يزيد فالسعر بيقل بتاع الطاقة الشمسية. طيب نرجع تاني لمدن الجيل الرابع، لأن مدن الجيل الرابع هي كانت بمثابة كمان حافز لخروج السكان من الوادي والدلتا تحديدا والانتقال إلى مساحة سكانية أكبر أو مساحة عمرانية أكبر عشان نقدر إن احنا نقلل ونزود نصيب الفرد زي ما حضرتك ذكرت في المساحات الخضراء. إزاي قدرت مدن الجيل الرابع اللي هي تعمل الوظيفة دي، وإزاي قدرت كمان تجذب عدد من السكان وصل لكام نسمة؟ يعني كان المتوقع في إنشائها بنتكلم تقريبا في المدن الجديدة 30 مليون نسمة. احنا كنا بنشغل على مساحة الجمهورية حوالي 6%. النهاردة الرقم تجاوز 11%. طيب أعتقد اقتربنا من ال 12 كمان. بالظبط. معنى كده إيه؟ المشكلة الأساسية في الدولة كانت قبل 2014 إن كل الاستثمارات القومية الضخمة بتتوجه إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط. كان الريف والصعيد منسيين من على الخريطة، وبالتالي ظهر ما يطلق عليه الهجرة الداخلية. صحيح. الناس كل الخدمات كل فرص العمل في القاهرة الكبرى وإسكندرية، شيء طبيعي إن الريف والصعيد يهجر إلى. كنا بندرس يا دكتور في المدارس المحافظات الطاردة لسكانها. بالظبط. ما في محافظات جاذبة ومحافظات طاردة، وعشان كده الإسكندرية والقاهرة كانوا أكتر المحافظات في الانتشار الأماكن العشوائية. بالظبط. عشان كده الدولة فطنت إلى أن ده السبب الأساسي في الإسكان العشوائي. يعني لما بيجيلي جيل من الريف ومن الصعيد ما عندهمش حرفة، ما عندهمش مهنة، ما عندهمش ثقافة، وبالتالي بيعملوا الأعمال المتدنية. طب هم ما عندهمش داخل، دخلهم ضعيف، بيبدأ يعمل وحدات غير إنسانية، وده الإسكان العشوائي. عشان كده الدولة لما جت تحل المشكلة حلتها من المصدر الأساسي، من سبب المشكلة، إن أنا نمي المحافظات ونمي القرى وعمل تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة، يبقى في عدالة في توزيع الموارد. أنا النهاردة كان كل المدن الجديدة بتتعمل 6 أكتوبر صحيح 10 رمضان في اسكندرية، يبقى إذن النهاردة المدن الجديدة أصبحت الأقصر الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، الصعيد والريف، بالإضافة إلى القاهرة، العلمين الجديدة، الجلالة، العاصمة الإدارية الجديدة. كل هذه المناطق شغلت و
أصبحت تمثل في مصر جميع محافظاتها كلها ليها مدن جديدة، وبالتالي خلقت فرص عمل، امتصاص، زيادة سكانية، كل ده كمان. ليه توصفت بالاستدامة مدن الجيل الرابع؟ الاستدامة اللي هي دايرة بتكمل، يعني أنا النهاردة لما بعمل استخدام للطاقة المتجددة وبالتالي بوفر وقود، بوفر انبعاث حراري، بوفر تلوث بيئي، وبالتالي استدامة بتؤدي إلى صحة أفضل للإنسان. الوسائل دي كمان بتخلق فرص عمل، يبقى في دورة مستمرة بتسلم بعضيها، فهي دايرة من الاستدامة. كل ده حصل إن بقى في مدن جديدة. بقى في حاجة أهم كمان حصلت، وهو مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة جه وغطى مساحة كبيرة قوي كان مفروض تتغطى من زمان. النهاردة كان عندنا أماكن كتير ما فيهاش مية شرب، أماكن بنية تحتية بشكل عام. بالظبط، أصل مية الشرب والصرف الصحي يمثلوا أولوية كبيرة قوي للإنسان. يعني أنت لا تتخيل حضرتك أنك تعيش من غير مية شرب. مقاومات الحياة. بالظبط، لأن لو ما فيش مية شرب، ما فيش صرف صحي، ما فيش كهرباء. النهاردة حياة كريمة خلقت فرص عمل، عملت توازن في الاستثمارات. ويمكن حياة كريمة يا دكتور هي عظمت من مفهوم العدالة في التنمية، ويمكن بالزبط. المفهوم ده تحديدا ما سمعناهوش لسنوات طويلة إلا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان عنده إصرار شديد أن يبقى فيه عدالة في التنمية في كل ما يطبق في كل أنحاء الجمهورية بمحافظاتها بقراها بربعها. هو الاختلاف في الفترة اللي هي قبل 2014 وبعد 2014 هو وجود الإرادة السياسية القادرة على اتخاذ القرارات. احنا النهاردة اتخاذ قرار ان هو يعمل مشروع زي حياة كريمة ده كان طفرة في حياة الإنسان المصري. المدن الجديدة اللي هي انتشرت بعدالة شديدة على جميع محافظات مصر عملت فرص عمل. النهاردة الأول مرة في تاريخ مصر نشهد حاجة اسمها الهجرة العكسية. يعني ايه الهجرة العكسية؟ يعني كان في ناس من الريف ومن الصعيد جم من سنوات لقوا ان بقى في حياة كريمة في بلدهم أصلا، فبدأوا يرجعوا، بقى في مرافق وبقى في خدمات، أصبح ان هو يرجع لبلده. الهجرة العكسية دي مؤشر قوي جدا لنجاح خطة الدولة والاستراتيجية العمرانية. طب فكرة الحفاظ بقى على الطابع المعماري لكل المدن اللي بيتم إنشائها من خلال الاستراتيجية العمرانية دي كان في محاور أخرى. النهاردة بنتكلم على القاهرة التاريخية مثلا، لو ناخد نموذج أول نموذج الدولة عملته وهو شارع المعز. شارع المعز كان أول نموذج للحفاظ على القاهرة التاريخية. طيب النهاردة عشان أعمل تطوير في شارع، أبدأ بشارع، أعمل تطوير، أحافظ على الطراز المعماري وعلى الطابع العمراني اللي كان موجود، صحيح، خلاص، عشان أعمله وأعمله مزار سياحي، لابد من تحول الإنسان اللي ساكن في المكان ده لحارس للنشاط ده. إزاي؟ لأن النهاردة المكان بتاع شارع المعز ده لما اتفتح جديد خلق فرص عمل للناس اللي ساكنين، وبالتالي هم أصبحوا بيحافظوا على التنمية العمرانية اللي في الشارع ده، وبالتالي هم أصبحوا حراس للتنمية. كان الأول البعد ده ما كانش موجود، وهي دي بقى المشكلة، إن المواطن بنأكد عنده الانتماء وبيحافظ على التنمية، بيبقى هو ذات نفسه حارس للوطن. هو محتاج الحقيقة كمان تدريب سلوكي على التعامل مع الممتلكات العامة، مع الأشياء، مع الحفاظ على الطراز المعماري اللي حضرتك بتتكلم عنه. الجزئية دي مهمة جدا حضرتك، بس نفس المواطن لما بيحس إن هو ده بيجيب له عائد اقتصادي ودخله اتحسن والمنطقة بقت أفضل، بيبقى هو ذات نفسه بيحافظ أكتر عليها. طيب احنا مش بس بنتكلم الحقيقة عن المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع
التوسع العرضي للمحافظات، تقريبا اغلب محافظات الجمهوريه بقى فيها توسع عرضي وبقى كلها فيها مدن جديده وتوسعه عمرانيه بالزبط. قللت الكثافه عن الوادي. لكن كمان بتكلم عن عمليات تدريب وتاهيل للكوادر البشريه اللي تتعامل داخل هذه المدن، ازاي اقدر اوفرها؟ لان ده جزء من التخطيط الاقتصادي او التخطيط العمراني، هو تنميه البشر نفسه. اهتمام الدوله كان بالبشر قبل الحجر. يعني انا النهارده لما انقل منطقه اسكان عشوائي انقلهم حضاريا لمبنى فيه اضاءه طبيعيه وتهويه طبيعيه ومبنى راقي زي روضة السيده، كان لازم يبقى فيه نقله سلوكيه معاها. هو كمان المواطن اتنقل من تل العقارب لروضة السيده، هو حياته اختلفت، فرص العمل اللي اتخلقت له اكدت له الانتماء. طالما المواطن حس بالانتماء للمكان وللوطن وان دخله زاد وان حياته بقت افضل، هو بقى حامي عليها اصلا. صحيح، ويمكن ده اللي حرصت عليه الدوله خلال الفتره الاخيره تحديدا بتوفير العديد من المدن الجديده، سواء كانت في الدلتا او ايضا في الصعيد. بنتكلم على سوهاج الجديده، المنيا الجديده، بنتكلم على المنصوره الجديده وغيرها من مدن الجيل الرابع كمان زي العالمين وزي العاصمه الاداريه الجديده. كل دي ادت في النهايه اللي احنا يبقى عندنا شكل جديد لخريطه العمران في مصر، وشكل متكامل بيؤدي الى التنميه المستدامه في هذه المدن تحديدا. بنشكر حضرتك الدكتور سيف الدين فرج استاذ الاقتصاد العمراني، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا. ميرسي.